السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد محمد. إن شاء الله تقدم لكم تحدي جديد وهو تحدي الأزاز. تحدي الأزاز ده عبارة عن إيه؟ هنعمل كده. لازم نعمل كده. بس لازم نخليها تقف على القاعدة بتاعتها. يعني لازم نخليها تلف كده نقطتين وكده نقطة. معلش يا جماعة. فيلا كل واحد خمس محاولات. ضربة وضربة. ضربة. 20 ضغط. 20 ضغط. فيلا نبدأ نعمل بس أول حاجة حاجة ورا مقص عشان نشوف إيه اللي10 لا يا اخويا انزل خويا انزل 11 لا انزل تحت 12 انزل انزل صدرك يلمس تحت 13 برا عني 14 15 انزل انزل والله ابدا ما ينفعش تحط له مشكله ماشي 15 16 17 انزل 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 لحد ايوه انزل انزل كده 16 ايوه انزل بصدر ايوه خلي صدرك يلمس الارض ايه ده انت بتعمل ايه 16 لو وقفت في الاربعه دول هتعمل من اول وجديد مفيش استراحه انجز
يلا يا عم انا كنت اتخلع. يلا 16. يلا كان 16. يلا كان 16 يا جماعه. خلاص عيد من الاول. عيد من الاول والله ما لا ماشي اخر فرصه. بعمل زوم بعمل زوم بعمل زوم. واحد اثنين ثلاثة اهو. يلا يلا يا عم انجز بقى. ما تنجز بقى. انزل طب انجز. لا مؤاخذة انزل طب انجز. جايبك ربنا. ستاشر. 17. 18. 19. 20. انا بموت. اعوذ بالله من ده. يا رب يكون بيجعلكم. اتمنى نشوف. عايزين نوصل الفيديو ده فوق 50 لايك. 50 لايك ايه يا عم حافظ؟ 100 لايك. انتوا رجاله تقدروا تعملوها. انتوا تقدروا تعملوها اقسم بالله. بس ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه. هسيب لكم رابط القناه بتاعت محمد تحت في الوصف. وانا هسيب لكم رابط القناه بتاعت في الوصف. يلا نروح. مش هعمل لك الفيديو. اشتركوا في كل مكان. اشتركوا في القناه بتاعتنا اهو. وشاور المقطع في كل مكان. سلام. زي ما انتم شايفين كده خلصنا. ليش عيد؟ ايه حمد ايه حمد ايه؟ ما سمعتش الصوت. يا عم ما يعملش صوت يا عم. ايه ده ايه ده دار 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 دار